السلام عليكم، كيف حالكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجع لكم بشرح جديد، لكن قبل لا أبدأ أتمنى أنك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك ألف عافية. مثل ما شفتوا تحميل إنستغرام غير النسخة الأصلية، فيه يدعم الوضع الليلي وثيمات، يعني تغير شكل إنستغرام. خلونا حنا نبدأ بسم الله. بعد ما تسجل دخول وتضبط أمورك كلهن راح يفتح معك بشكل عادي، تدخل على الملف الشخصي وبعدها راح تحصل خيار إعدادات فوق، تضغط عليه وكذا راح يجيك خيار تحميل ثيمات، اختار. وبعد ما تضغط راح يطلب انك تعطيها السماح، بس سماح. نجرب احنا ندخل مرة ثانية، جار التحميل. هنا يجيك أكثر من ثيم يجيك هنا، نختار على سبيل المثال الثيم هذا، نسوي تطبيق. يقول لازم تغلق البرنامج، موافق. زي ما تشوفون هذا الثيم تغير. الوضع الليلي هي من الثيمات يا طويل العمر والسلامة. وفي أشياء ثانية عندنا من ضمنها الخصوصية، اللي إذا مثلا شفت قصص شخص ما يدري إنك شفته، يعني ما راح يدري بك أبد. الوضع سكتم بكتب، حلو. والأشياء الثانية اللي هي المظهر، مديك تغير لونه محادثة، كل هذا تغيير ألوان. لكن في شيء زايد اللي هو رقم 7، المزيد من الإعدادات. ندخل عليه. مثل ما تشوفون عندنا أول شيء تشغيل المقاطع مع الصوت مباشرة، يعني تفعلها عادي بأنت براحتك عاد. فالسحب هذا لو فعلناه الحين وجهنا للكاميرا، وجهنا للكاميرا، تشوف انا الحين قاعد اسحب، الحين ما فتحت معي الكاميرا. لكن الحين لو شلنا الصح وجربنا مره ثانيه، شوف الحين بعد ما شلنا الصح، نجرب الحين، شوف على طول يفتح لي الكاميرا. هذه ايديها قاعده تكبس. تحميل البرنامج عزيزي المشاهد، كل اللي عليك انك تدخل على الرابط الموجود بالوصف، وبعدها راح تنزل تحت لين تحصل الخيار هذا. بعد ما تحصله تضغط عليه داونلود، على طول تضغط عليه، تنتظر كذا راح يحمل معك. انا بسوي كنسل لاني محمله بجهازي. كذا يكون وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى عجبكم وشكرا لكم على وقتكم. سلام. Some more.